الكلمة ليك. الكلمة ليك. مستمعي إذاعة الحياة فام من القيروان، مرحبا بكم في فقرتكم اليومية الكلمة ليك. جمعية عشاق الكتاب والمطالعة وتحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة وبدعم منها عن النشاط يوم الجمعة 17 ديسمبر 2021 بمقام أبي الزمع البلوي للاحتفاء بشاعر تونس وشاعر وابن القيروان جعفر ماجد. هذه شي نقوموا بها في السيد، دعوة للحضور مثقفي ومبدعي ولاية القيروان، والبرنامج كما يلي: بعد صلاة الجمعة بمقام أبي الزمع البلوي السيد الصحبي فرقة، ثم اش نعملوا معرض، عندنا معرض يخص معناها السيرة الذاتية نتاع سي جعفر ماجد وكتبه، كما أن يشاركوا بعض الأخوان بقراءات شعرية، مع أنه شنقوموا له بختمة قرآن في المقام وسلمية مدايح وأذكار بمقام أبي الزمع البلوي، وهي دعوة للحضور لابن القيروان الشاعر الكبير جعفر ماجد. الكلمة لي. الكلمة ليك.